الحين راح نبتدي معاكم شلون محاضرة عن السلسلة الغذائية وشلون تكون وايش في الخطوات ان شاء الله اللي تكون في السلسلة الغذائية. هذا ايش؟ قطر. ايوه طبعا السلسلة الغذائية تكون اول شيء اللي هو ايش؟ الجزر. الجزر من وين يجي؟ ايوه الجزر طبعا المزارع او المزارع يزرع الشجر يزرع الجزر لما تطلع يصير هذا ايش؟ منتج ينتج الجزر. فتبتدي السلسله الغذائيه من المنتج سواء كان جزر او كان بذور نفس الذره والشعير وغيره وغيره. يعني المنتج راح يكون يا بذور او جزر او احدى النباتات الثانيه. ايش مسميه؟ الخطوه الاولى المنتج. ايش هو المنتج؟ ايش هو المنتج؟ شنو؟ الجزر. جزر او بذور او غيره وغيره. انتوا هني وين هذا اللي ورا؟ تعال هني رابطين. يلا صحصحوا معانا. ايش هو المنتج؟ جزر وغيره. غير الجزر، الجزر والبذور وغيره وغيره هذه تسمى المنتج. تمام؟ ايش اللي يتغذى على المنتج؟ ايش اللي يتغذى على الجزر والبذور هذه الاشياء؟ ايش اللي يتغذى عليها؟ ايش؟ ايوه المستهلك الاول. طبعا الفئران هم المستهلك. المستهلك الاول اللي يتغذى على الجزر ويتغذى على البذور اللي موجوده. تمام؟ اوكي. ايش هو المستهلك الثاني اللي يتغذى على الفئران؟ ايش هو؟ لا مو بالنسر. الثعبان موجود عندنا هنا. الثعبان يصير مستهلك ثاني ويتغذى على الفئران. الفار يتغذى على المنتج يصير الفار هو مستهلك اول، بعدين الثعبان يتغذى على الفار يصير الثعبان مستهلك ثاني، وبعدين عندنا العقاب. هذا نوع من انواع العقبان الطيور الجارحه اللي تعبر دول القطر اسمه عقاب الثعابين سنيك ايجل، يتغذى على الثعابين اللي موجوده في الطبيعه. طبعا الحين بنرويكم شلون المستهلك الثاني، المستهلك الثاني شو اسمه؟ ايش قلنا ايش هو؟ الثعبان. يتغذى على ايش؟ على الفئران. لحظة صمت، لحظة صمت. هذه اللحظة شلون تحطه وتلف عليه بالكامل. لين يفقد انفاسه خلاص، لين يموت، لحسة انه مات تبدا تفكه وتبدا تاكله شوي شوي من انفاس لين تبتلعها كامل، بس فترة الابتلاع تكون سريعة. نجلس صور بالكلمات. الحين ايش قلنا؟ هذه السلسله الغذائيه تتكون من ايش؟ اول شيء من ايش؟ اول شيء ايش؟ هذا ايش؟ شنو ذي؟ يلا نمتوا شكلكم نمتوا قاعد يطلعون الفار والحيه. هذا ايش؟ منتج. والفار ايش؟ مستهلك كم؟ أول. والحية مستهلك ثاني. وين المستهلك الأخير؟ راح يكون إيش؟ المستهلك الأخير من اللي يلا إيش هو المستهلك الأخير بعد الحية؟ من اللي يتغذى على الحية؟ الثعبان. النسر. مين راح ياكلها؟ أيوه النسر أو العقاب أو غيره راح يتغذى على الثعبان، بس ما هذا الثعبان طبعا راح نرويكم ثعبان. الحين تبدا مرحلة الابتلاع، تبدا الفريسة. ارجعوا 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 ورا، لا ارجعوا 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 وقعدوا. شباب اقعدوا اقعدوا عشان الكل يشوف. اقعدوا اقعدوا. شوفوا شلون كان الفار، والحين راسه كان صغير، الحين هي انكسرت الفك التحتي الاسفل عشان تقدر تبتلع الفريسه اللي اكبر من حجم راسه.
يصير. تعال ايه؟ طبعا في هذه الفترة احنا ما نقدر نمسكها ولا نقدر نشيلها، لان خلاص بتكون فترة التغذية عندها بتكون غذائية، حتى لو مو هي سامة بعد راح تكون غذائية، عشان هي عندها فريسة وراح تبلع الفريسة. فبعد هذه خلاص راح نخليها لحالها مكانها، وراح نستخدم ثربان ثاني للمرحلة الأخيرة في مرحلة السلسلة الغذائية. عندنا المستهلك الثالث هو المستهلك الأخير، اللي هو نوع من أنواع الجوارح الهادرة اللي تعبر دور القطار، هذه يسمونها عقاب الثعابين أو سنيك إيجل. يتغذى وجبته الرئيسية على الثعابين. يتغذى على الثعابين، طبعاً يشوفون يتغذى عليهم، هذا من الطيور المهاجرة. من الحقبان المهاجرة، مو بنسر ولا صقر ولا باز، هذا عقاب. العقاب غير والنسر غير والباز غير والصقر غير. وكل طير طبعا جارح يختلف عن الطير الثاني. الحين راح نسوي من عبيته شلون يتغذى على الثعبان اللي هو المستهلك الثاني. طبعا الحين يقبضه مخالبه وما راح يهده الا لين يحس انه مات خلاص مات، يبتدي يبلعه مره واحده، ما راح يقلبه راح يبلعه. شوف يا سبحان الله يعرف وين الراس عشان يذبح الثعبان، بعد ان يحس انه الثعبان مات يبتدي يبلعه طبعا قطعه واحده. اذا حس مثلا الثعبان والله كبير عليه يقدر يقطعه قطعتين او ثلاث، بس هذا الثعبان ما اعتقد انه كبير عليه فيقدر انه يبتلعه مره واحده. هذا اي مستهلك؟ مستهلك رقم كم؟ مستهلك رقم كم هذه؟ ايوه مستهلك رقم ثالث او مستهلك الاخير. طبعا خلاص الحين ذبح الثعبان راح يبتدي لحس خلاص انه مات ما يتحرك يبتدي يبتلع. يلا شوفوا شلون ما راح ياخذ ثمانية، راح يبتلع مرة واحدة. طبعا هذه الوجبه هي وجبته الثعبان، مو بنفس الطيور الثانيه اذا كانت مثلا دجاج او فرخه حمام كل يوم تقدر تاكل، هذا الثعبان ممكن انه يقعد في الريستر 4 ايام 5 ايام 3 ايام، لان الثعبان مو بالسهوله انه ينهضم، ومو بالسهوله ان هذا النوع من انواع الصقور او الجوارح هذا الثعبان انه يحصل الثعابين كل يوم في الطبيعه، يعني ممكن اليوم يحصل يومين 3 ايام ما يحصل، فهذه الوجبه تكفي لمده 3 او 4 ايام. الحين شفتوا السلسلة الغذائية تتكون من ايش؟ منتج، وبعدين مستهلك اول، مستهلك ثاني، مستهلك ثالث او مستهلك الاخير، وبعدها يكون التحليل. خلاص بعد هذا المستهلك الاخير او المستهلك الثالث يكون التحليل. الحين كذي معاكم خلصنا الفقرة الأولى اللي هي فقرة السلسلة الغذائية. راح نسويكم الحين ان شاء الله راح تكون عندنا فقرة اللي هي فقرة مسابقة. ان شاء الله وعدنا في جوائز ان شاء الله باذن لكم. راح نختار 5 بنات اول شيء، بعدها 5 اولاد،
ورويت المشاركة طمرت أربح وشني طمرت المهم فقرة مسابقة وربح معانا جوال إن شاء الله.